السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة علينا جميعا، وبنهني بنهنيكم جميعا بحلول شهر رجب. إن شاء الله يكون شهر خير وبركة عليكم جميعا وعلينا جميعا. هنتكلم النهاردة عن شيء مهم جدا في العمل الإنساني، وكيف المرء منا يصنع إنسانيته. في الماضي في القرن ال19، بعد الحروب اللي حدثت في سويسرا، نشأت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، ثم كل مؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فيما بعد، اللي عملت منظومة اللي هو اتحاد الهلال والصليب الأحمر. المنظومة دي في الماضي عملت 7 معايير إنسانية. أولها الحيادية، عدم الانحياز، الإنسانية، الاتحاد أو الوحدة، الاستقلالية، التطوع، والعالمية. كتير جدا من الناس بينظروا لكلمة صليب أحمر على إنها مؤسسة تبشيرية أو مؤسسة دينية مسيحية إلى آخره. هي ليست كهذا. ولو انا ذكرت 7 معايير إنسانية اللي انا ذكرتهم دول، هنلاقيهم متقاطعين في كل الأديان وفي كل الأعراف: الوحدة، إنسانية، تطوع، عدم الانحياز، الحيادية، العالمية، وكذلك الاستقلالية. فدي المعايير الإنسانية اللي احنا بنتكلم عنها في المؤتمرات في الاجتماعات، ان احنا بنتكلم عنها، بنحاول ان كل مؤسسة كل جمعية تلتزم بيها، خاصة في مناطق الصراعات، خاصة في مناطق الصراعات زي في اليمن او في سوريا او في ميانمار او في الكونغو الديمقراطية او في جنوب السودان او في العراق او في اي مكان في العالم. دي الاشياء الملموسة. لكن احنا بقى ازاي هنصنع انسانيتنا من خلال السلوك الداخلي للنفس البشرية؟ هنا هنتفرج علينا احنا، انا كفرد او انتم كاشخاص، نساء ورجال، شباب وكبار، كيف النفسنا البشرية سلوكها الداخلي اللي هينادي بال7 معايير انسانية دي، كيف نظبطها من الداخل، وعلى اي شيء هتكون صناعة انسانيتنا. لان كل واحد فينا عنده إنسانيته، لديه إنسانيته أو إنسانيته الخاصة به أو الخاصة بها. تانية، فإنسانيتنا أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناءها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، ومذاقها الإحسان. أقولها تاني، إنسانيتنا أما أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناؤها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، مذاقها الإحسان. بعد كده ده الهرم اللي احنا هنتكلم عنه في 6 أساسيات في السلوك الداخلي للنفس البشرية الذي يصنع إنسانية كل فرد منا. 7 معايير إنسانية بتوع الصليب الأحمر الدولي اجتمع عليها العالم كله، احنا عرفناهم قلناهم قبل كده. 6 أساسيات الداخلية في النفس البشرية هذه هي وغيرها بتكون إنسانية كل فرد مننا، بتكون إنسانية كل فرد مننا. أساس الإنسانية الفردية ليا ولنا جميعا هو الإيمان، مدى إيماننا برسالتنا، مدى إيماننا بأنفسنا، مدى إيماننا بقيمنا، مدى إيماننا بديننا، مدى إيماننا بمجتمعنا، مدى إيماننا بوطننا، مدى إيماننا بأخلاقياتنا اللي بننادي بيها، مدى إيماننا بروح العمل اللي احنا عايزين نعمل ونتجاذب ونتقوى ونساعد به الناس.
مدى الإيمان ده هو القاعدة الأساسية اللي احنا بنسميها باللغة الإنجليزية الفاونديشن بتاعت إنسانيتنا، أساس إنسانية كل فرد منا تتحكم في سلوكه الأخلاقي هو الإيمان. وهنا احنا مش بنقول ده مسلم وغير مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بوذي، لا لا لا، الإيمان بالمهمة اللي احنا مكلفين أو منوطين بالقيام بها، سواء كنت أنا بشتغل مع الصليب الأحمر الدولي، مع مؤسسة إسلامية، مع مؤسسة مسيحية، مع مجتمع في أي مجال من مجالات العمل، سواء كان هذا عمل إنساني، عمل تنموي، عمل اقتصادي، عمل سياسي، عمل أي عمل بيفيد الناس ويفيد البشرية. يبقى أساس إنسانيتنا الذي يحدد بطريقة أساسية أخلاقيات السلوك لنفسنا البشرية هو الإيمان. هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. زي ما قال يعني إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: وهيا نؤمن ساعة. كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابة أو حواري المسيح عليه السلام أو حواري موسى عليه السلام كلها قاعدة أساسية: هيا نؤمن ساعة، نتذكر رسالتنا في الحياة، لأن الإيمان هو القاعدة التي وقف عليها كل نبي وكل رسول وكل مصلح اجتماعي. الإيمان يعلو وينخفض أو يهبط. الإيمان بيرتفع بينزل، فلذلك احنا لازم نقف على قاعدة صلبة نقف عليها من أجل أن نصنع إنسانيتنا. لكل منا إنسانية داخل نفسه البشرية. دي النقطة الأولية. النقطة طبعا ما حدش بيشوف الإيمان، الإيمان مش مكتوب على إيه؟ على وشنا كده. حدش ماشي في الشارع كده ويقول إيه؟ أنا مسلم، أنا مسيحي، لا، الإيمان هنا أهو. ما استقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما استقر في القلب وصدقه العمل. النقطة الثانية في صناعة الإنسانية للنفس البشرية هو الإخلاص. أنا مخلص لمن؟ أنا مخلص لنفسي، إنني أريد أن أعلو بها لكي تصبح تعتلي المناصب أو تكسب الأموال أو يقال عنها إنها كذا وكذا وكذا وكذا، أم أنا مخلص لربي؟ أم أنا مخلص لديني؟ أم أنا مخلص لمجتمعي؟ أم أنا مخلص لرسالتي؟ الإخلاص هو في الداخل، داخل النفس البشرية، ولا يعلم هذا الأمر إلا الذي خلقنا. لا أستطيع أن أنا آتي لأحد من الناس وأقول له أنت مخلص أو غير مخلص، أنت مؤمن أو غير مؤمن. هذه الأشياء يعرفها الله سبحانه وتعالى حتى لا تدركها الملائكة، لأن الملائكة تسجل الأعمال، لا تسجل النوايا وقدر الإيمان داخل النفس البشرية. ونفس وما زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجرها وتقواها. شوف ما سوى النفس، كل منا لابد أن يسوي نفسه بالإيمان وبالإخلاص. كيف أعرض إخلاصي على المجتمع؟ فلذلك الإخلاص اللي هو ركيزة من ركائز تسوية أو صناعة إنسانية النفس البشرية مهم جدا علشان نطبق المعايير الإنسانية السبعة اللي اتكلم عنهم المجتمع الدولي ومنظومة الصليب الأحمر وكل مؤسسات الهلال الأحمر العربية واللي في العالم العربي والعالم الإسلامي وغيره. الإيمان هو القاعدة، الإخلاص هو العمود. يبقى الإخلاص هو ده، شايفين الهرم ده؟ ولا تلتف حواليه كل السلوكيات الأخرى. إيمان قاعدة، والإخلاص اللي هو العمود اللي في النص ده. الكمال، الكمال اللي هو إيه؟ يبقى أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناؤها الكمال. نتمنى
ان احنا نبني شيء كامل لا يقصي احد ويسع الجميع. نتمنى ان انسانيتنا في نفسنا البشرية واخلاقها تسع الجميع، تسع من يغتابون ويتحدثون عنا، ومن هم اقرب الناس الينا، ومن هم بعيدون عنا، الى اخره. لان هو الكمال البناء بتاعها كله عايزين نكمله، زي ما كان في الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لاصحابه، وده يتفق مع كل ما صنعه او انجزه الانبياء ورسل من قبل. مثل يوم مثل الانبياء من قبل في معنى الحديث، كرجل بنى قصرا او بيتا، ما اجمله وما احسنه وما 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 الا ركن ناقص فيه. فانا هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن نفسه، انا هذا او انا هذه اللبنه. لذلك كان الكمال هنا يدل على ان البناء الذي بنته، الذي بناه الانبياء والرسل والمصلحين، هو بناء بنته الاجيال التي ارادت ان تبني مجتمعات وتؤثر لبناء حضارات وتنقذ البشريه من ويلات النفس الاماره بالسوء. اساسه، اساس انسانيتنا الايمان، عمودها الاخلاص، بناؤها الكمال الذي يتكامل مع كل ما فعله من قبلي ومن حولي ومن بعدي. وما انا ونحن الا جزء من هذه المنظومه والمسيره البشريه التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتسعد الانسانيه منذ خلق ادم الى ان يرث الله سبحانه وتعالى الارض وما عليها. الاساس الايمان، العمود الاخلاص، البناء الكبير هو الكمال، الكمال بينا كلنا. دي نمره 3. نمره 4، لابد ان يكون لهذا البناء ثمره ينظر اليها المجتمع وينظر اليها الناس جميعا، ليس فقط البشر بل البشر وكافة الخلائق الأخرى من طيور وحيوانات وجماد وأنهار إلى آخره، إلى آخره، حتى الريح، حتى السماوات كلها، الرضوان. يبقى الثمرة اللي احنا بنطلعها للمجتمع بعد ما وقفنا على قاعدة الإيمان وأسسنا لعمود هذا البناء اللي هو الإخلاص، وبنينا بناء الكمال، بنبرز للمجتمع بتاعنا ثمرة الرضوان، إن أنا راضي، أنا عن ربي راضي. راضي عن ربي في اليسر وفي العسر، في المنشط وفي المكره، في الصحة وفي المرض، في الفقر وفي الغنى. راضي عن ربي في كل الأحوال. فإن رضيت عن ربي في عسرتي رضي الله عني سبحانه وتعالى وفتح لي الابواب. لما ننظر للمثل الجميل لسيدنا ايوب عليه السلام، كان يخجل ان يدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء بعد ان مرض بالجذام لاكثر من 18 عاما. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا ربي انا، انت عارف يعني، لكن انت ارحم الراحمين واوكل نفسي اليك. هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. يبقى النفس التي تبني نفسها من الداخل تستطيع أن ترضى عن الله وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لها من نعيم، أو ما اختبرها فيه من شدة وكرب. يبقى قاعدة الإيمان، العمود الإخلاص، البناء الكمال، والثمرة هي الرضوان، رضي الله عنه ورضوا عنه، والذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ورضوان إلى آخره. بنرجع مرة أخرى لهذه النفس البشرية اللي احنا بنتكلم عنها، لتستطيع أن تصنع إنسانيتنا من الداخل لابد أن تتوفر فيها على الأقل هذه الست نقاط أو الست أساسيات أو الست قواعد: إيمان، إخلاص، كمال، رضوان.
بعد ما يكون عندنا الثمرة اللي احنا لابد المجتمع ينظر إلي وأنا بعمل من أجل العمل الإنساني أو من أجل العمل المجتمع اللي بنتكلم عنه الإصلاحي، ويرى علي أن أنا راضي، يرى أن أنا راضي زي ما كان المثل ضرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تبرع بكل ماله. وفي حواريين للمسيح وسيدنا موسى عليه السلام برضه عملوا أشياء لا تختلف عما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في أوقاتهم، وعاش عيشة بسيطة جدا. فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له اسألوا عن من؟ عن حال سيدنا أبو بكر بعد أن تبرع بكل ما. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبو بكر رضي الله عنه قال له إن الله أرسل جبريل يقرئك السلام يا جبريل يا أبو بكر، ويسألك أنت راضي عني يا أبو بكر؟ شفت قد إيه؟ حينما يرضى أبو بكر أو يرضى حواري المسيح وحواري عيسى عليهم السلام وكذا 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 عن الله في الشدة في العسر وفي المنشط والميسر، يتفقدهم الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا ننظر على أن الرضوان ده هو ثمرة الإيمان وثمرة الإخلاص وثمرة كمال البناء بالتوافق مع المجتمع كله. النقطة الأخرى الخامسة، لابد لكل ثمرة بيكونها بذور لكي يأتي الطير والحيوان والإنسان ويأكل من هذه الثمار احنا نعرف ثمار الرضوان دي، ثم يأخذ هذه البذور ليزرعها في أماكن أخرى. وتكون القاعدة البذور هذه هي بذور المغفرة والغفران، ربنا غفور كريم. كيف يغفر الله سبحانه وتعالى للعصاة ولا يغفر البشر لمن عصى؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفور ووضع نفسه عهد إن لم يذنب هؤلاء العباد ويستغفروا ربهم سيأتي بمن بعباد يذنبون ثم يستغفرون ربهم فأغفر لهم. يبقى الغفران ده مهم جدا، خاصة في بناء المجتمع، خاصة في أي مجتمع داخل في مخاض مجتمع للتغيير، تأويل والنفسنة وسوء الظن والتصنيف وارتفاع سقف المتوقعات اللي احنا عايزينها من المجتمع او من يتولون السلطة دون ان اغفر. ولا نتعلم ثلاث قواعد اساسية في مسيرة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اولها حينما دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، وقال اذهبوا فانتم الطلقاء. قد ايه بعد ان عذب من عذب وقتل من قتل وشرد من شرد الى اخره، الى وتغرب الرسول صلى الله عليه وسلم هو واصحابه اللي راحوا على حبشه واللي راحوا على المدينه والنساء اللي انفصلت هي عن ازواجها واولادها الى اخره. ومع ذلك اول شيء عمله في ساعه النصر اذهبوا فانتم الطلقاء. كرر قاعده الغفران دي نيلسون مانديلا بعد ما فعل بأهل جنوب أفريقيا الأفارقة مين على يد البيض اللي هو المحتلين، عملوا قاعدة الحقيقة والتغافر لبناء المجتمع. ما فيش مجتمع هيتبني على أساس عدم المغفرة. قد يكون في حساب من حق اي حد فينا يحاسب المخطئ، لكن في مراحل لابد ان تؤجل هذه الى ان نبني المجتمع. من اراد ان يغفر يغفر، ومن لم يرد فمن حقه انه يذهب الى القضاء والى الدوائر الرسميه ولا ياخذ حقه بيده. يبقى البذور
ثمرة الرضوان هي الغفران. إيمان، إخلاص، كمال، رضوان، غفران. أما السادس وده سنام نفسنا أو أخلاقيات سلوكياتنا أو سلوك أخلاقياتنا لذا تصنع إنسانيتنا الداخلية هو الإحسان. ده المذاق، وكأن أجمل ما في هذا البناء وهذه الثمار هي ثمرة الإحسان. ثمرة الإحسان بعد الإيمان، بعد الإخلاص، وبعد الكمال، وبعد الرضوان، وبعد الغفران. نضرب المثل دائما بهذا الخليفة الذي قتل ابنه خطأ من الخدام، خادم كان يحمل الأكل، وكان ابن ده أجمل الأولاد وأصغر الأولاد وأقربهم إلى قلبي، فوعد يعني الصينية أو اللي هو على رأس الطفل فمات. فتذكر العبد أو الخادم آية من القرآن: الكاظمين الغيظ، وقالها للرجل، قال له كظمت غيظي خلاص مش حاقد ولا عافيد عن الناس، عفوت عنك. ثم كمل الآية وقال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر. تخيلوا أن الأب الذي قتل ابنه خطأ من هذا الخادم أو هذا العبد، مكافأة الأب للعبد الذي أخطأ وتسبب في قتل ابنه أنه يعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإحسان شيء لا يكون خطبة أو محاضرة أو كلمة أو بيت شعر أو نثر أو موضوع منشأ، لا، الإحسان في أداء هذا الرجل الذي قتل أمامه ابنه ثم عفى عن القاتل و أعطاه الحرية. شوف قد إيه بقى المذاق ده، مش أي حد مننا يستطيع أن يتذوق مثل هذا المذاق إلا إن عدى على الخمس أو ست أساسيات اللي احنا بنتكلم عنها. فإن أردنا أن نعمل للعمل الإنساني لابد أن نلتزم بالسبع معايير إنسانية التي حددها العالم كله واتفق عليها، لكن لابد علينا أن نضيف إليها هي إيه؟ أخلاقيات سلوكنا البشرية التي تصنع إنسانيتنا. إن لم يكن أنا بداخلي إنسانية قائمة على الست قواعد هذه فلن أستطع على الإطلاق، وأنا أتحدى كشخص، لن نستطع تطبيق أي معيار إنساني في مجتمعاتنا، حتى ولو حفظنا القرآن، حتى ولو حفظنا الإنجيل، حتى ولو حفظنا التوراة، حتى ولو حفظنا كل الكتب السماوية، لأن هنا تسوية النفس وتزكيتها، هنا قاعدة الإيمان وحقيقة الإيمان، ثم الإخلاص الذي لا يراه سبحانه إلا الله سبحانه وتعالى والشخص. لا تستطيع أحد أن يقول لك أنت غير مخلص، ده عملك يدل عليك وعلى إخلاصك وعلى نيتك. ثم تتكامل، ودي صعبة جدا. التكامل ده معناه إيه؟ معناه أن أنت بتتنازل من جزء من شخصيتك الاعتبارية للآخرين، تسعد إذا مدح الآخر وتقدم الآخر عليك لكي يكتمل البناء، لا تسبقه، وأن كنت أنت الأقوى والأصلح والأعلم. ثم تخرج لنا ثمرة رضاك عن الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره والعسر واليسر، وتخرج من هذه الثمرة بذور الغفران التي تنشرها في كل مكان في العالم.
لكي يتذوق العالم ها مذاق الإحسان. مذاق الإحسان، مذاق الإحسان. يبقى بالتالي إن أردنا أن نتكلم عن بناء مجتمعي، أو نتكلم عن وئام مجتمعي، أو نتكلم عن لملمة الجراح، أو نتكلم عن عمل إنساني، حتى الأعمال الغير إنسانية اللي هي مش غير إنسانية يعني، حتى الأعمال الأخرى، حتى الأعمال العسكرية لابد أن تكون عندها هذه النفس. حتى حينما نقبض على المجرم الذي قتل أو الذي سرق أو الذي فعل لابد أن تكون عندنا هذه النفس الإنسانية. لو كنت أنا ضابط بوليس حتى في الحرب مع الأسرى ومع المرضى ومع المشايخ ومع المستشفيات ومع الحيوانات ومع المياه كما دلل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قبل وعلى أماكن العبادة، لابد أن تكون هذه هي إنسانيتنا مع أعدائنا كذلك، ناهيك عن إنسانيتنا مع أبناء وطننا إلى آخره. ولذلك نرجع لاسم الكلمة من أول أول سؤال، كيف نصنع إنسانيتنا؟ هذا هو السلوك الداخلي، هذا هو السلوك الداخلي لنفسنا البشرية إن أردنا أن نصنع إنسانيتنا بأيدينا في الداخل قبل أن نتحدث عن الإنسانية ومعاييرها في الخارج. إذا أردنا أن نصنع إنسانيتنا فلا بد أن نلتزم بإنسانيتنا، هي أصلا نرجع بقى لها إنسانيتنا، لا هتلاقوني إنسانيتنا هي أساسها الإيمان، عمودها الإخلاص، بناؤها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، مذاقها الإحسان. أقولها تاني عشان ما ننساهاش، إنسانيتنا أساسها الإيمان، عمودها الغفران، بناؤها الكمال، ثمارها الرضوان، بذورها الغفران، ومذاقها الإحسان. أتمنى أن نتكامل جميعا في وضع هذه الأخلاقيات داخل أنفسنا لكي نستطيع أن نصنع إنسانيتنا. فإن صنعنا إنسانيتنا داخل أفئدتنا استطعنا أن ننقذ البشرية ونجعل من الإنسانية شيء مرموق نستطيع أن نحتفل أو نتباهى به جميعا. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.